الصغار جاي والعيد كبير جاي والمعيد. جلسة أكتوبر حول الحماية الاجتماعية والتعميم ديالها لفئة الهشة، فإذا بها نرين الوقفة. يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. معك فهمي إبراهيم، رئيس الجمعية المغربية للتضامن مع ضحايا حوتش والأمراض المهنية، المنظمة لهذه الوقفة. وهذه الوقفة جات إثر تملص الوزارة والتماطل ديالها الممنهج أمام هذه الضحية هذه اللي عندهم بقوة القانون أنهم خصو ياخذوا هذه المراسيم يخرجوا لهم. المراسيم تعطلوا بزاف من 2013 و2018 ما خرجوش، و2018 2023 داخلين دابا في الثالث. وهذا ما كينصفش هاد الفئه هذه اللي هي اصلا من الناس اللي مقطوعين لهم رجليهم يديهم، اللي ما كينوضش من الفراش كيدير كوشه وكذا وكذا، يعني ناس مضرورين نفسيا صحيا واجتماعيا. ولهذا احنا كنطالبوا من الوزير انه ينصف هاد الناس هادو، لان الحق معاهم والقانون معاهم والمشرع دار لهم باش تكون هذيك الزياده في الايراد، باش تكون شبه توازن، ليس توازن شبه. وحنا الناس جبناهم هنا وضرتنا خاطرنا، علاش؟ لان الناس ما قادرينش يجيو بالكرارز ديالهم، اللي مقطوعين لي رجلي، اللي ما يقدرش يوقف لي ونطلبوا من الله سبحانه وتعالى يلقاو معنا حل في الباب. معكم مراد ضحيه حادثه شغل، ضحيه غيور على قضيه. جينا اليوم نددوا ونطالبوا بالحقوق ديالنا، الا هما جوج زيادات في المرسوم، جوج زيادات إراديتين على الفترة بين 2013-2018 لغاية 2023. هاد جوج زيادات اللي كانت سالهم لمدة 10 سنوات، وفي الأخير كيجي السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية كيصادق على بعض القوانين وكيستثني القانون والملف ديالنا. جينا اليوم نعرفوا علاش، وشنو السبب، واش حقرة، واش حنا أصبحنا فئة مهم لا صلاحية لها، منتهية الصلاحية. والسلام عليكم. المعاناة ديالنا، المعاناة حنا يوميا كيموتوا لنا أغلب الضحايا، كون الحالة الصحية ديالهم صعيبة، ظروف معيشية قاهرة. الإخوان حاليا أغلبيتهم كيعانيوا حالة التشرد، اللي توفوا الأرامل ديالهم حتى هما أصبحوا عرضة للتشرد مع الأبناء ديالهم، في ظل وجود الحقوق ديالنا بين الرفوف. وشكرا والسلام عليكم. باختصاص الحجاج ديالنا اليوم جينا على حقنا، ضعنا ما عندناش لا حق لا والو، ضعنا مشات الصحة، ما كاين لا المعيشة غالية، وجينا بعيد. رانا من جيت من إقليم تنغير، من بومندات إقليم تنغير، فجيت راه نهار ديال الركوب. تنطلبوا من صاحب الجلالة الله ينصروا لينا، تنطلبوا منه حقنا، وتنطلبوا من الوزير يعطينا حقنا. راه المعيشة غلات، وحنايا راه كلشي غلا، والعواش هادو كلشي غالي، كلشي غالي. والله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا. وجينا خويا كنعانيو، تفاقم الضرر اليومي. هاد الناس كدير لي كوش، كتفول بلا صون، عندهم لي سكار، يجي سكار تحت اللحم ديالهم كيتقب اخويا، وكداوي يوميا. هي لاكسيدو طرافاي والامراض المهنيه، حنا ضحايا حوادث الشغل والامراض المهنيه. التفاقم الضرر كيعيش معنا يوميا، والاسعار كترتفع يوميا، والصالير هو ما بقاش كافينا خويا. حنا كنتسالوا حقنا ديال المراسيم، كنطلبوا السيد الوزير الصحه يشوف بعين الاعتبار هاد الناس هادو كلهم من جاي مساكن. الناس جايه من اكادير، جايه من الصحراء، جايه من المغرب كامل. الله يجازيه بخير، يشوف هاد الناس بعين الاعتبار ويعطيهم المراسيم ديالهم، وكيطلبوا حقهم، ما كيطلبوش شي حاجه اللي زايده، كيطلبوا غير حقهم. راه ماشي حنا بغينا شي حاجه اللي ما كايناش، غير الحق اللي كيعطينا الدستور واللي كيعطينا القانون هو اللي بغينا. كنتسالوا جوج المراسيم 2013 2018 2023، 10 سنوات ديال المراسيم، وكاع الملفات درسوا، حتى الملف ديالنا حنا ما بغاش يتسينا، ما بغاش يتشاف. هذا هو السبب الاحتجاج ديالنا.
الله يجزيكم بخير اخويا. السلام عليكم الاخوان، كي دايرين بخير؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم لطفي الراكمي، عضو بالجمعيه اللي منظمه هذه الوقفه هذه. اليوم جينا كنحتجوا امام وزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه من اجل نيل بعض المطالب اللي هي كثيره وبزاف، من بينها المرسوم ديال الزياده في الايراد. هذه الزياده في الايراد اللي كنتسالوا من 2013 حتى 2018 ومن 2018 حتى 2023. هذه الزيادات هادو اللي هذه الحكومه هذه ما استجبتش لنا، ولا وزاره الصحه ما استجبتش لنا، وبالتالي الضحايا اليوم راهم مهلوكين مع غلاء المعيشه ومع الزياده في زعما يعني في كل شيء. فبالتالي اليوم نستنكر بشده ما آلت اليه الاوضاع، يعني من تهديد للسلم الاجتماعي لهذه الفئه هذه، وكنطالبوا وزير الصحه بانه يصدر هذه المراسيم هذه، وشكرا لكم. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.